على وقع عملية عسكرية عدوانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تم الإعلان عن استمرارها لأيام. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 11 شهيدا، إضافة إلى إصابات بجراح بعضها خطرة. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية إطلاق الجيش عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، مضيفة أن قوات الأمن تعمل في وقت واحد في جنين وطول كرم، مشيرة إلى أن طائرات هليكوبتر قتالية وطائرات بدون طيار تشارك في العملية من أجل تغطية القوات البرية. وكان لافتا ما أعلنه وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس عن عمليات إجلاء للفلسطينيين في مدن شمال الضفة الغربية على غرار ما حدث في قطاع غزة، وذلك في أعقاب بدء العملية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة اعتبارا من الليلة الماضية في جنين وطول كرم لإحباط وتدمير ما زعم أنها بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران. وعلينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة. وأردف الوزير الإسرائيلي قائلا: هذه حرب بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار فيها. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد أكرم عطلة الكاتب والمحلل السياسي، كما أرحب بضيفي من جنين السيد نزار نزال الباحث في قضايا الصراع، كما أرحب بضيفي من عمان السيد حسن أبو هنية الباحث في شؤون الشرق الأوسط. سيد أكرم عطلة، لو بدأت معك، طبيعة هذه العملية في الضفة الغربية المحتلة من حيث عدد الألوية، طبيعة الأسلحة والمشاركة في هذه العملية. نستذكر في عام 2002 كان السور الواقي، إلى أي مدى اليوم نحن أمام سور واقي جديد؟ هو هذا ما أطلقته إسرائيل على العملية، يعني أو الكتاب الصحفيين، يعني مش الاسم الرسمي، هي الاسم اللي أطلقته المخيمات الصيفية. لكن الصحافة تحدثت عن سور واقي 2، بمعنى أنه قوات كبيرة تحدثت عن 4 فرق إسرائيل الضفة الغربية بمعظم مخيمات الضفة الغربية، باعتبار أنه المخيمات هي بؤر مقاومة طبعا. وهذا بالمعنى السوسيولوجي التاريخي السياسي، يعني العلم الاجتماع السياسي، صحيح، لأنه قطاع غزة هو كتلة اللاجئين، هو اللي أنتج الثورة وهو اللي أنتج الفصائل الفلسطينية. لأنه وضع اللاجئ، إسرائيل اقتلعته من أرضه وحرمته من وسائل الإنتاج، وعاش على هامش الحياة وما عندهش أمل إلا يرجع وطنه. فما له قضية. طبعا الاحتلال يخص كل الشعب الفلسطيني بما فيه أهل الضفة الغربية وقطاع غزة و48، لكن لم تجردهم من وسائل الإنتاج. مثلا ظلوا اللي بالضفة محتفظ بأرضه، إذا عنده شجرات زيتون، إذا عنده مصنع، إذا عنده أشياء، لكن اللي جاء من 48 لاجئا فقد كل شيء، وبالتالي عاش على هامش المساعدات الغذائية وكالة الأمم المتحدة وغيره، ظل مسكون بهاجس القضية في الضفة الغربية. نفس الإشي المخيمات الفلسطينية. هذه العملية هدفها ما تعتقد إسرائيل القضاء على المقاومة، هذا العنوان، لكن الحقيقة ليس كذلك. نحن أمام حكومة أيديولوجية متطرفة تعتبر الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل، مشروع الضم. وبالمناسبة، حتى لا نحمل فقط سموتريتش بن غفير الموضوع، علينا أن نعود إلى خطة الضم كانت قبل أن يكون سموتريتش جزء من الحكومة الإسرائيلية، لما نتنياهو قدمها لترامب وترامب قدمها على أساس خطة أمريكية، لكنها ليست كذلك، هي خطة إسرائيلية. البعد الأيديولوجي الحاضر نتنياهو، وهو بالمعنى التاريخي هو رجل يميني متطرف قومي، قومي ديني، يعني في إسرائيل تحدثنا بهذا الموضوع، القومية هي دين، الدين هو قومية. يؤمن بما يؤمن به سموتريتش، هو حفيد نتان ميكلوفسكي اللي كان يوقع مقالاته باسم نتنياهو، واللي الاسم الحركي أخذته العيلة فأصبحت عائلة نتنياهو، هي عائلة ميكلوفسكي من بولندا. ووالده أيضا بنسيون نتنياهو
اليميني المتطرف أستاذ التاريخ الذي كان يقول هذه الأرض لا تتسع لشعبين والدوه. هذه وصية الأب للابن بالمناسبة، هاي وصيته. والابن الأب كان يلوم ابنه بنيامين في 2008 عندما أرغم الرئيس أوباما على الاعتراف بحل الدولتين. ففي جامعة بار إيلان قال نتنياهو ما حل الدولتين ووضع الشروط. مدرسة نتنياهو، وما أن انتهى الخطاب هاتف والده تعال علي، قالوا كيف تعترف هذه الأرض لا تتسع لشعبين؟ هو مؤلف كتب هالموضوع وصاحب عقيدة الأب، فقال له لا تقلق عندي ضغوطات أوروبية وأمريكية لكني وضعت الشروط التي لن يقبلها أي فلسطيني. وبالتالي هو يفكر بالضم، هذه العملية في الضفة الغربية مش عملية لا مؤد مقاومة، لأنه هو بعرف قبل شوي تحدث الأستاذ عمر أنه خلية بعدين الخلية بتقتل أربعة إسرائيل بعدين بيطلع مئات مسلحين بالجنازة. هذا شعب بيتوالد وبتكاثر وبيفرز مقاومة تلقائيا. نعم. طيب سيد نزار نزال، هذه العملية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، لماذا الشمال وأين يمكن أن نضعها في ضمن سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ مساء الخير أستاذ زياد، لك ولضيفك الأستاذ أكرم وللأخ حسن أبو هنية وللمشاهدين جميعا. قصدت أنت شمال الضفة الغربية وليس شمال قطاع غزة. العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية، الجميع يعلم أن إسرائيل تخوض حرب صامتة في الضفة الغربية. اليوم تحولت هذه الحرب إلى حرب بالدم وحرب معلنة، وأعتقد أن لهذه العملية العسكرية بعد سياسي. القضية ليست قضية وأد للمقاومة كما تفضل الأستاذ أكرم قبل قليل، لأنه أصلاً يعني أنا أعيش في مدينة جنين، مدينة جنين يقتلها أكثر من 150 ألف فلسطيني ولا يوجد فيها إلا عشرات المسلحين، لا تستحق ولا تستوجب ثلث الجيش الإسرائيلي يدفع إلى الضفة الغربية. وبالتالي أعتقد أن هذه العملية تأتي ضمن الصراع الصامت التي تخوضه إسرائيل، وهو التضييق على الناس من خلال طبعاً الحصار الاقتصادي وتدمير البنى التحتية، وهناك حديث عن دفع السكان بقوة النار إلى النزوح من المخيمات. وأطلق على هذه العملية إذا ما لاحظت معي المخيمات الصيفية، وهذا تركيز على المخيمات في شمال الضفة الغربية لما تحمله هذه المخيمات من ذاكرة ومن رمزية فلسطينية تذكر الفلسطينيين دائما بالأراضي التي رحلوا منها قصرا في عام 1948. أعتقد أيضا هذه العملية تأتي غزل للصهيونية الدينية التي تبنت فكرة الحسم وخطة الحسم التي تحدث عنها سموتريش قبل عدة أسابيع، والتي تهدف إلى إقامة يهودا والسامرة، مملكة يهودا والسامرة في الضفة الغربية، وضم 65% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل، وطرد السكان من المناطق سي والمناطق باء باتجاه المناطق ألف، ووضع بوابات حديدية أمام هذه التجمعات. أيضا يعني الضفة الغربية تشكل العمق الأمني والاستراتيجي للإسرائيليين، وأعتقد أن 7 أكتوبر شكل محطة مفصلية من مفاصل هذا الصراع. الإسرائيليين يتخوفون من سيناريو مكرر في الضفة الغربية أو مصغر على شاكلة ما حصل في قطاع غزة أو على غلاف قطاع غزة. يتحسسون أيضا أن هناك ممكن أن تندلع حرب في المنطقة الشمالية، يريدوا أن ينهوا أي حركة أو أي مجموعات مقاومة للاحتلال في الضفة الغربية، والمرحلة القادمة بتقديري هي إنهاء وجود الفلسطيني داخل المخيمات. وأعتقد أن إحكام السيطرة على الضفة الغربية تأتي من ضمن خطة الحسم والقضاء أيضا على النقط وعلى البؤر الساخنة في الضفة الغربية. إسرائيل تتحجج بعمليات عسكرية، والإعلام العبري يتحدث على أن العملية الاستشهادية في تل أبيب هي التي أدت إلى التفكير في هذه العملية، ولكن بتقدير الشخصي أن القضية ليست عسكرية ولا داعي لزج ثلث الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. القضية لها ارتباط وثيق بقضية لها علاقة ب
مشروع سياسي، ونحن لاحظنا وأنت معي وضيوفك أيضا أن هناك أكثر من 150 ألف من المستعمرين تم تسليحهم. أعتقد يعني هذا السلاح لم يوزع لهم عبثا، يبدو أن هناك مشروع له علاقة بالتضييق على السكان ومهاجمة التجمعات السكانية، حصل ذلك في روجيب قرب نابلس، وهناك أيضا في الأغوار وفي مسافر يطا وقرب الخليل، وبالتالي يعني هناك مشروع صهيوني أعتقد أنه ذاهب باتجاه إنهاء موضوع حل الدولتين، ويتناغم أيضا مع القرار الذي تم المصادقة عليه في الكنيسة قبل عدة شهور عندما كان هناك تصويت على قرار بتجريم كل من يتحدث أو من يوافق على حل الدولتين. أصبح الموضوع السياسي وحل الدولتين يعني مجرم تشريعيا ومجرم حكوميا ونخبويا، وبالتالي هذه العملية العسكرية هي عبارة عن حركة لا أعتقد أنها تشابه بأسر الواقع، ولكن نتنياهو يعني هذه المرة تطابق مع شارون عندما كان هناك إذا ما لاحظت معي القمة العربية في بيروت، وكان الملك عبد الله ملك السعودية في تلك الفترة، وكان هناك مبادرة عربية بالقبول بإسرائيل ضمن علاقات طبيعية في كل العالم العربي، شرطة انسحاب من الرابع من الأراضي اللي احتلت عام 1967. وهذه المرة عندها ها هم يعني يتفاوضون في الدوحة، وها هو نتنياهو يعني يقوم بعملية عسكرية داخل الضفة الغربية. نعم. هذا يذكرنا بالعام 2002 اختلف مع شارون في خطة فك الارتباط 2005، واتفق معه في 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 في, في الهجوم على الضفة. طيب. الغربية. نتنياهو يريد أن يدخل التاريخ ويتوج نفسه ملك إسرائيل وتشرشل ورامبو إسرائيل. سيد حسن أبو هنية، إذا يعني العملية هي سياسية في النهاية أو أهدافها سياسية، وأهم أهدافها هي التهجير والتغيير الخارطة الديموغرافية. أين تقف خطط اليمين المتطرف وعلى رأسها نتنياهو كما ذكر السيد أكرم عطالله من هذه العملية اليوم؟ نعم، بالتأكيد هي يعني لها أبعاد سياسية أكثر منها عملية عسكرية، لأنه في النهاية نعلم أن يعني المقاومة في الضفة الغربية هناك أنوية لإعادة بناء هياكل تنظيمية راسخة، ولكن نعلم أنه على مدى سنوات منذ عملية السور الواقي، ثم بعد ذلك بعد أن يعني فكلت أعيد بناء الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية وقصت عملها وكيل للاحتلال للعمل في ضغط المقاومة وإفشال أي مشروع للمقاومة، وخصوصا بعد يعني انفصال لنقل هو الخلاف الفلسطيني 2067 ناس على غزة، أصبح كذا يتولى هذه العملية. لكن نحن نعلم أن هذه العملية يعني انتهت إلى لا شيء، مع أنه كما قال الضيوف أنه انتهى، يعني أصبح هناك تصور واضح لدى الكيان الاستعماري الإسرائيلي برفض أي وجود لأي دولة، يعني هذا التفوص الذي فرض أن تفضي إلى دولة انتهى إلى وكيل رخيص للاحتلال لمنع أي إمكانية للمقاومة، وبالتالي تم تطويق عبر برنامج يعني بناء الأجهزة الأمنية، وكذلك تجريم المقاومة مسمى محاربة الإرهاب والتخريب والعصابات المسلحة، وبالتالي هذا المشروع لم يعد أعتقد كما أوضح هي ما لم هذه السلطة كافية بالنسبة للاستعمار الإسرائيلي، بالتالي بدأ يريد أن يلجأ ليس إلى إدارة الصراع وإنما حل النهائي الصراع كما يطرح اليمين وكما طرحه نتنياهو. يعني أصبح هناك إجماع لدى المجتمع الإسرائيلي السياسي على اختلاف أطيافه وباستحالة إمكانية إيجاد دولة فلسطينية، وهذا يتطلب بالتأكيد جديد، ولكن لا هناك مشكلة أنا لا أسمع. نعم تفضل، تابع سيد حسن. لا أعتقد لكن الشكل السبب المباشر أعتقد بأنه هناك بالتأكيد يعني تخوف من إعادة بناء، لأنه شاهدنا من 7 أكتوبر هناك محاولة فعلا لإعادة بناء هياكل تنظيمية راسخة للمقاومة في الضفة الغربية، وشاهدنا ظهور مجاميع مختلفة بأسماء سواء تتبع القسام وتتبع يعني السرايا الجهاد التابع سرايا القدس التابعة لي
حركة الجهاد أو بقية فصائل المقاومة ككتائب الأقصى وغيرها، وبالتالي هذه الخشية، وهناك خشية منذ يعني أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في التسعينيات، عودت العمليات الاستشهادية، وبالتالي يعني هذه العملية التي حدثت في تل أبيب كانت مؤشر إلى خوف. ولكن بالتأكيد أنه الجيش الآن يحاول أن إسرائيل أن تستكمل مشروعها بالقول بأنه لعدم وجود أي إنجاز حقيقي واستراتيجي في غزة، وكذلك نوعا ما تهدئة الجبهة الشمالية بعد الرد الباهت لحزب الله نوعا ما، وإيران حتى الآن بانتظار الرد، وشاهدنا أنه كل هذه العملية أيضا تربط بإيران بأن هناك تهريب للسلاح عن طريق الأردن. كل هذا كلام يعني لا صلة له يعني بالواقع. أعتقد أنه فقط هي العملية في النهاية جزء من عملية متواصلة بدأت بإعلان نتنياهو في إلغاء أي وجود للدولة الفلسطينية وإلغاء السلطة، وبالتالي إعادة يعني مشروع اليمين لسموتريتش، كما سرب لي نيويورك تايمز، من الواضح بشكل واضح وصريح بأن منذ مجيء هذه الحكومة وهي متماهية مع نتنياهو بإعادة ضم ليس فقط إخضاعها للسلطة العسكرية الإسرائيلية، إنما للسلطة إدارة مدنية، وبالتالي احتواء وضم شيئا فشيئا، واستكمال موضوع تصفية القضية الفلسطينية. هذه العملية استمرت منذ ما طرح مشروع صفقة القرن مع ترامب، ثم بعد ذلك يعني نقل السفارة إلى القدس، وبالتالي هذه العملية تصبح أنه فقط السلام عبر الأمن والازدهار والقضية الاقتصادية، وبالتالي تلغى أي تصفى القضية الفلسطينية، تفرغ من أي مضمون سياسي. هذا هو كان الهدف الأساسي لعملية 7 من أكتوبر، هو إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كقضية عدالة سياسية وقضية تحرر واستقلال وطني. وهذا بالتأكيد هو ما يزعج الكيان الإسرائيلي الذي ظن بأن الأمور قد استقامت، ولذلك أعتقد أن هناك فعلا عودة لإعادة بناء هياكل، ويخشى الكيان الإسرائيلي فعلا من عودة مرحلة العمليات الاستشهادية، وبعد تفكك السلطة أن تعود نهج المقاومة ليصبح نهج وطني ليس في غزة إنما في الضفة وفي جميع مناطق فلسطين. طيب سيد أكرم عطلة، برأيك ما هي تداعيات هذه العملية في الضفة على مجريات ومسار العدوان على قطاع غزة، وما هي تحدياتها عموما؟ شوف، إسرائيل تستغل الفرصة الآن، تستطيع أن تنفذ، قبل كانت ستنفذ مشاريع الضفة الغربية، إذا بتذكر نعود التاريخ، في كان عملية اسمها كسر الأمواج، جاء الأمريكان كأنهم وضعوا قيدا عليها في قمتي العقبة وشرم الشيخ، الأمريكان كأنهم ضبطوا يد إسرائيل عن الدخول في الضفة الغربية، لأنه لديهم خشيتين، خشية تصاعد الأوضاع بين إسرائيل والضفة الغربية وعمليات داخل إسرائيل، والتوتر ممكن أن يأتي من قطاع غزة، لأنه دائما قطاع غزة أحداث الضفة الغربية مشاركا بها، وممكن أن تجر لحرب أبعاد، وممكن أن تؤدي إلى إسقاط السلطة، وهذا ما لا تريده. هذا في خلاف عليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إسرائيل لم تعد تريد السلطة في الضفة الغربية، قالها سموتريتش، ضم يعني بده يضم الأرض، تشغل عليها سلطة رموز سياسية لشعب آخر. لا بالتأكيد، طالما بده يضم الضفة الغربية بده يسقط السلطة، هذا ما لا يريده الأمريكان. الآن تداعيات هذه، غزة دخلت الحرب بكل الظروف، لم يعد هناك قلق من دخول غزة على الخط، هاي مسألة مش كثير كان اللي كان خايفين منه صار وخلص. السلطة إسرائيل ربما تقول للأمريكان أنها لن تسقط السلطة في إطار هذه العملية، ولكن هو إسرائيل اعتادت أن تعمل بشكل غير مباشر، هي تصنع المناخات، تهيئ المناخات، و ثم النتائج تحدث لوحدها أحيانا، بمعنى أنه هي عندما تجتاح مدن الضفة الغربية وتقتل الشباب وتقطع الطريق الطرق بين محافظات الضفة الغربية، وماليا تحجز أموال السلطة، وتضع السلطة في موقف، أولا أنه مش قادر تدافع عن الناس، مش قادر تحمي الناس، لا كيان ولا هيبة ولا وجود ولا قيمة، وأبعد من ذلك أنه بتنسق مع إسرائيل. طب ما هي بتسقط السلطة، هي السلطة مادية ومعنوية، بالمعنى المعنوي أنه هي فاشلة وعاجزة ومش قادرة تدافع، بل أنه بتنسق مع إسرائيل، وبالمعنى المالي في حجز الأموال بتاعت السلطة، وهو الفلسطينيين، هذه صناعة كل هذه المناخات
قد تؤدي إلى إسقاط السلطة، وبالتالي حينها يصبح مشروع التهجير من غزة والضم والتهجير من الضفة الغربية مهيأ في غياب رمز سياسي للفلسطينية. طيب سيد نزار نزال، برأيك ما هي تداعيات هذا العدوان على شمال الضفة الغربية على المنطقة والإقليم، خاصة يعني من الواضح أن القدس والأقصى هي في قلب هذا المشروع الصهيوني؟ بالتأكيد، يعني هذه الحملة العسكرية كما قلت لك من البداية، المشروع ليس عسكري ولا أمني، القضية قضية سياسية. ولاحظنا يعني قبل يومين كان هناك تصريح لابن كبير على أن لديه رغبة في بناء كنس يعني في المسجد الأقصى. هذا تصريح، يعني أين سيبني الكنس؟ وسيبني الكنس مكان المسجد الأقصى. إذن هناك مشروع كبير له علاقة بهدم الأقصى وببناء مملكة يهودا والسامرة وضم الضفة الغربية وتهجير عدد لا بأس به من السكان الفلسطينيين. ولكن بتقديري الشخصي لا أعتقد أن يكون هناك أي تدخل من قبل يعني المحيط أو من قبل النظام الرسمي الأوروبي. أنا استمعت قبل قليل الأمريكان والإيطاليين يطلبون من الطرفين ضبط النفس على أساس أن الفلسطينيين يقاتلون في العفولة ويقاتلون في حيفا وتل أبيب. وبالتالي يعني هذا المناخ الذي أوجده نتنياهو وأصبحت فكرة اجتياح الضفة وقتل الناس بالمئات وتهجير السكان أصبحت فكرة تطرب لها الآذان في العالم ولا تشكل أي إزعاج نهائيا للنظام الرسمي الأوروبي وحتى العربي، حتى غياب الشارع العربي لم نعد نلحظ أن هناك حركة احتجاج من قبل النظام أو من قبل الجمهور العربي، رغم أن هناك خطر حقيقي يهدد هذه الأقطار. يعني على سبيل المثال عندما حدث قبل عدة أيام ملاسنة ما بين نتنياهو وما بين جالنت على اعتبارات لها علاقة بالحرب وما يجري داخل قطاع غزة والتوقيع على صفقة وتفاصيل أخرى، هناك حديث عن عزل جالنت واستدعاء جدعون سعر يليحل وزيرا للجيش. ماذا يقول وما هي رؤية جدعون سار؟ جدعون سار يؤمن تماما بأن العلم الإسرائيلي يجب أن يكون على النيل والعلم الآخر على الفرات، وبالتالي هو يؤمن بإسرائيل الكبرى. ولكن مع شديد الأسف النظم الرسمية العربية حتى الآن لم تستخدم أي من الأوراق الثقيلة، وهذا الحصن وهو الضفة الغربية التي تعتبره إسرائيل العمق الأمني والاستراتيجي لها، فيما لو فعلا أسقطت السلطة الوطنية الفلسطينية واستطاعت أن تضم الأرض وطرد السكان وهدم المسجد الأقصى، لن يبقى هناك حصون يمنع الجيش الإسرائيلي من التوجه إلى الأردن. وبالتالي أيضا هناك غزة، فيما لو فعلا كسرت المقاومة داخل قطاع غزة، من الذي يمنع إسرائيل التوجه إلى سيناء؟ علما بأن هناك رؤية لدى المتدينين أن سيناء هي للإسرائيليين، أيضا لبنان والأردن. وبالتالي يعني اليوم من يحكم ومن يمسك القرار داخل الدولة في إسرائيل هم حاخامات وهم رجال دين. نتنياهو كان يعني في الصهيونية القومية انجرف اليوم وتبنى رؤية سموتريتش، رؤية ابن كبير، وأصبح في الصهيونية الدينية واستطاع أن يهندس واستطاع أن يغير العقلية الإسرائيلية، هندس الهوية وهندس الثقافة وأذاب اليسار وأذاب الوسط ودفع بالشارع الإسرائيلي إلى أقصى اليمين. لاحظ معي كيف أن هناك خفوض في حركة الشارع الإسرائيلي عندما بدأت في العام الماضي في أغسطس العام الماضي التشريعات القضائية والتعديل القضائي في مؤسسات الدولة. قامت الدنيا داخل إسرائيل ووقف الجميع على إصبع. هناك أكثر من 350 ألف من المحتجين الإسرائيليين، يعني طوفان من البشر في الشوارع، ولكن اليوم لا نجد سوى عشرات الآلاف موجودين كل يوم سبت أو كل ليلة سبت يحتجون على الأسرى وعلى عدم التوقيع على صفقة. نتنياهو امتص غضب الشارع، لديه رؤية استطاع أن يقنع الشارع بها بأن إسرائيل تخوض حرب استقلال ثانية والقضية قضية بقاء والصراع صراع وجود. وبالتالي أعتقد أن السابع من أكتوبر يعني نتنياهو وجد ضالته به واستطاع أن يغير الدولة ويغير المجتمع ويغير الهوية، واستطاع أيضا أن يجعل العالم كله لا يستطيع أن يعني يلوم إسرائيل أو يضغط على إسرائيل. لاحظ معي عندما بايدن تحدث عن رؤية سياسية وقال أنها نظرة إسرائيلية وهي رؤية سياسية إسرائيلية، فعلا من صاغها هو نتنياهو وبني جانس وإيزينكوت وتلقفها
الديمقراطيون عندما سافر غانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نتنياهو تهرب وأحرج الأمريكان ووضع العصي بالدولي. بعد ذلك عادت مرة أخرى ورقة جديدة، تم التنسيق مع الأمريكان بالورقة الجديدة قبل أن تعرض في الدوحة، ولكن نتنياهو أعاد مرة أخرى ووضع اشتراطات جديدة. والأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت هي التي تنسق وهي التي ترتب، وهناك فضيحة. يعني بلينكين عندما تحدث وقال أن نتنياهو وافق على الورقة، وبعد يعني صعوده إلى الطائرة نتنياهو قال أنا لم أوافق على هذه الورقة. يعني القضية ليست قضية أشخاص عاديين، نحن نتحدث عن رئيس وزراء إسرائيل، نتحدث عن وزير خارجية أعظم دولة في العالم. يعني القضية قضية الأمريكان والإسرائيليين ينسقون تماما، والأمريكان لم يعد يخافوا إطلاقا من خدش مصالحهم في منطقة الشرق الأوسط بسبب الصمت المطبق العربي وعدم استخدام أي ورقة ثقيلة في وجه الولايات المتحدة الأمريكية كقضايا اقتصادية وأمنية وطاقة ونفط وعلاقات استراتيجية وعلاقات دبلوماسية مع الإسرائيليين وقطار التطبيع. ولكن مع شديد الأسف هذا هو المشهد، إسرائيل لم تعد تتخوف من أي شيء بالمطلق. أشكرك جزيلا سيد نزار نزال، الباحث في قضايا الصراع، كنت معي من جنين. سيد حسن أبو هنية، في ظل ما أعلنه وزير خارجية الاحتلال من نوايا بأنه يجب أو القوات الاحتلال يجب أن تتعامل مع شمال الضفة الغربية كما تعاملت مع قطاع غزة، تهجير و دفع الناس إلى الهجرة، أمام هذا المشروع الذي بدا واضحا في كلام وزير خارجية الاحتلال، ما هي خيارات الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني كشعب، كسلطة، كمقاومة، وما هي خيارات الأردن أيضا باعتباره الدولة المفضلة إسرائيليا لهذا الترانسفير؟ نعم، أعتقد يعني يجب أن ننظر إلى الأمور نظرة استراتيجية وجيوسياسية وليس نظرة آنية. أعتقد كل ما يفعله إسرائيل هي لأنها تعيش حالة لحظة شك وجودي. يعني منذ تأسيس هذا الكيان 70 عام كان مرتاح، وكان يعني يدخل يهزم الدول العربية مجتمعة في 67 خلال ساعات، وكان يجتاح لبنان 82 خلال أيام، وبالتالي يعني هذه لأول مرة يخوض مع قصير محاصر فلسطيني مقاوم في غزة على مدى أكثر من 11 شهر ولا يستطيع أن يحقق أي نصر استراتيجي. هذا يؤشر إلى أن الأمور في الضفة الغربية يريد أن يتعامل كغزة، بمعنى أنه يريد أن يستكمل هذا مشروع الصهيوني الذي يقوم على الإبادة والمحو والتطهير وتصفية وإلغاء القضية الفلسطينية، وشاهدنا إلى جانبها كل الممارسات على المستويات كافة. ونعلم أن هذا الكيان رغم كل حرب الإبادة وكل هذه المخالفات وجرائم الحرب وكل ما تقوم به، ومع ذلك هو يعني كشفت هذه الحرب بأن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بمقدمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا هي تدعم هذا الكيان ماليا وعسكريا واستخباريا وتغطية سياسية، وبالتالي هذا الكيان أنه يشعر في لحظة شك وجودي، وبالتالي هو يخشى بفعلا أن الأمور يعني في نظرة آنية يبدو أن هذا الكيان يعني يطبق ما يريد، لكن في الحقيقة هو في لحظة خوف وإرباك تماما. الشعب بدأ يدرك بأن لا يوجد هناك خيار أمام الاحتلال كسائر الاحتلالات الاستعمارية الإستيطانية، هي لابد من المقاومة، وأن إذا كانت يعني حوار كانت ثمة مفاوضات لابد أن تكون متلازمة مع الحالة الفقر، وأيضا المحكمة العربية تعلم أنه حالة ارتباك أنظمة العربية صحيح كما كان يقول الضيف الصحابة تماما، لكن بين أن تدرك أنها تعاني من مشاكل شرعية ومشروعية. وأعتقد أن الشباب، نحن نعلم أن العالم العربي هو يمر في فترة أبة شبابية تحول ديموغرافي، أكثر من ثلث هذا تحت بين سنة 24 و 80% تحت سن 40، إذن هناك تحول ديموغرافي، وهذا الأنظمة تشعر بالخوف والرعب، المسافة تتسع بين الشعوب بين هذه الأنظمة، وبالتالي إذا تم يعني مع الزمن نحن نرى أن هي الضفة كانت قد سيطر وقيل بأنه تم السيطرة عليها وإلغاء
يعني أي بنى تحتية للمقاومة لكنها تعود، وغزة نرى أنها صامدة، وكذلك إذا تحول حتى العالم على مستوى الجيوسياسي، هناك لحظة شك في أوروبا حول وجودها بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وهناك لحظة شك في أمريكا بنفوذها في الشرق الأوسط، وكذلك خشية من الدخول في صراع مع الصين في بحر الصين الجنوبي. إذا هذه التحولات هذا الكيان يشعر وهو مشغلي الغربيين الإمبريالية الغربية الأمريكية الأوروبية لحظة شك، ولذلك تتخذ هذه الخطوات الراديكالية الغير مفهومة قد تبدو، لكن هي مفهومة على مستوى الجيوسياسي، لأن هذا الكيان أصبح يشك في وجوده ويعلم أنه سيغرق في النهاية في هذه المنطقة. هو كيان مزروع وغريب، وبالتالي هو لا يستطيع، ما الذي يستطيع أن يفعل؟ هناك نوع من الخلافات حتى داخل مشروع الأوروبي والأمريكي عن بعض التفاصيل، كما كان يشير الأستاذ عطا الله مثلا، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تريد السلطة وتقويتها، وفي النهاية حتى لو شكليا تطالب بحل الدولتين ودولة فلسطينية، لكن هذا يتناقض مع المشروع الصهيوني الذي بدأ وعرض نتنياهو في الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر الماضي عندما عرض خريطة لا يوجد فيها أي دولة فلسطينية ولا أي مشروع لدولة فلسطينية. إذن الأمور أصبحت حتى داخل هذه الكيانات مشكلة، وبالتالي أعتقد بأن الأمور يعني بالتأكيد هذه الأنظمة العربية أصبحت منكشفة. انظر وضع مصر ومع كل الفروقات، الوضع في الأردن رغم كل التهديدات بالترانسفير سواء في سيناء في مصر أو في الضفة الغربية إلى الأردن، كل هذا لا يلقى إلا استجابة خجولة تماما. وبالتالي أعتقد أنه هذا يصعب مهمة هذه الأنظمة، لأن هذه الأنظمة تتعرض وتتعرض لضغوط كلما طالت حرب الاستنزاف، لأنه هذا الكيان عاجز عن إنجاز، لا يعرف ما هو ماذا يفعل في اليوم التالي، حتى لو أنه تمكن كما حدث في الثورة يعني الجزائرية، تم القضاء بعد 1962 مع الثورة الجزائرية الكبيرة التي خسرت وقدمت ملايين الشهداء ومع ذلك هزمت، لكنها حققت نصر سياسي، بمعنى أن ما تقوم به المقاومة الآن هو صحيح قد يبدو على مستوى الخسائر الكبيرة والإبادة، وقد تكون هناك حتى لو تعرض له نوع من الانتكاسة العسكرية، لكنها قد حققت الإنجاز السياسي لأنها وضعت قضية فلسطين على جدول الأعمال العالمي وأعادت إحياء القضية الفلسطينية، وأعتقد أنها مسألة وقت. كل المحيط الآن الشباب الموجودين وكذلك في فلسطين الضفة هذا سيتغير شيئا فشيئا. إذن علينا أن ننظر بتفاؤل، لأنه ما حدث في 7 من أكتوبر كان قبل 7 من أكتوبر قد أنهي، قد قيل بأن انتهى وتم تصفية وأصبحت قضية فلسطين منسية، ليس فقط من العالم الأوروبي والغربي وإسرائيل، بل أن في فلسطين وكذلك في العالم العربي بعد الدخول في الصفقات ما يسمى الاتفاقات الإبراهيمية ودخول معظم الدول العربية في إطار هذا المشروع. إذن أعتقد بأنه الآن هناك تغير كبير، وهذا ما يخشى، وهذا كل سياسات إسرائيل يجب أن نفهمها من هذا، أنها تشعر بلحظة خوف وشك وجودي تماما حول مشروعها، وبالتالي هي في ظل العجز عن إنجاز أي شيء سواء كان في جبهة الشمال أو في غزة، هو يؤدي إلى كل هذه الخطوات المتخبطة التي في النهاية لن تأتي بأي نتائج استراتيجية، قد تحقق شيء تكتيكي لكن لن تحقق أي شيء استراتيجي. نعم، أشكرك جزيلا سيد حسن أبو هنية الباحث في شؤون الشرق الأوسط، كنت معي من عمان. سيد أكرم عطلة، الولايات المتحدة التي أشرت قبل قليل بأنها لا ترغب في إنهاء السلطة الفلسطينية والتي هي داعم رئيس وربما شريك أساسي في العدوان على قطاع غزة، اليوم ما الذي يمكن أن تفعله حيال هذا العدوان على الضفة الغربية؟ شوف، يعني بدنا نقدر نشخص طبيعة علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، إذا شخصنا صح بيسهل التفسير دائما، والتشخيص هو الأساس بكل شيء. يعني تروح للطبيب بيشخص المرض، الصيدلي بيصرف العلاج. التشخيص خطأ دائما بالتشخيص. علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل علاقة الأب بابنه، ما دون ذلك كلام يبدو مش بيوصف العلاقة بشكلها الصحيح. وإسرائيل ليست القاعدة المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، والعلاقة بينهم مصلحية ممكن تنتهي هذه المصالح، لا، في علاقة ثقافية، في تشابه بالولادات، طرد الشعب الأصلي، في تشابه بالقيم والأخلاق، وفي تشابه بنظريات التكوين. مثلاً إنه الأمريكان أو اللي أسسوا الولايات المتحدة الأمريكية وأبادوا شعب، أبادوا 48 مليون من الإزتك والمايا، قبائل الإزتك والمايا،
بعدين اكتشف بده يشرعن هذا فاخترع نظريته الخاصة إنه الأرض موجودة لكن الأرض لمن يستغلها وينتج خيرات توفيد البشرية فيها. ألا الإسرائيلي روج هذه النظرية في البداية، وبالتالي منظومة الجينات الثقافية التأسيسية اللي هي بصمة التشابه بالإضافة لحالة التبني الكامل. إذا بيرتكب الابن ابنك بيعمل شو؟ ببلطج على الجيران، بس بالنهاية هو ابنك بتحميه. إلا كل ما ترتكب إسرائيل هي مخالفة لكل ما وضعت الولايات المخالفة للميثاق الأمريكي، لمبادئ ويلسون، ومخالفة لكل اللي صاغوا المحامين الأمريكان اللي أسسوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، كل هذه المؤسسات الأمريكان. طب معقول مخالف لكل هذه ولسه أنت بتدعمه بسلاح وبتغطيه بمجلس الأمن؟ إذن في شيء بعيد بهذا الموضوع. إذن فهمنا طبيعة هذه العلاقة القائمة على التبني الكامل، بنعرف أنه ما يريد الإبن ينفذ الأب، ويمثل الأب دور الوسيط، أنه ابنك بروح بضرب الجيران، ابن الجيران، وبرتكب جريمة. بالنهاية أنت بتروح للجيران، يا عمي أنا برضاش اللي ابني عمله، لا لا مش معقول، أنا ما بقبل، وابنك وابني واحد. لا مش صحيح، غير صحيح. إسرائيل والعرب مش واحد، إسرائيل والفلسطينيين أمام الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الدور التبني كأب يتطلب أن يقول ذلك، لكن في كل مرة ما بتقبل إنه ابنك يصير فيه إشي، ولا بتقبل يحاكم، ولا بتقبل ينطبش، ولا بتقبل يمس. وبالنهاية بتقعد مع ابنك، طب إيش اللي بدك إياه أنت؟ عالسكت بتقعد معه بشكل خفي، وبتحاول تعمل إخراج لما يريده الابن وليس لما يريده الطرف الآخر اللي لا تساوي مع ابنك.